قال رحمه الله تابع الأبيات: ثم التطوعات منها المحض ومنها ما يقال فيه فرض. فالوتر قيل واجب، وإنه إن فاتهم يوما فيبدلونه. التطوعات، السنن، النوافل، منها أقسام اتفقت كلمة الفقهاء على أنها ليست بواجبة، كالرواتب الأربع ركعات أو الركعتين اللتين يصليهما الإنسان قبل صلاة الظهر، أو كالركعتين اللتين يصليهما الإنسان بعد صلاة الظهر، أو كالركعتين اللتين يصليهما الإنسان بعد صلاة المغرب، أو كالركعتين اللتين يصليهما الإنسان بعد صلاة العشاء، أو كسنة الضحى. هذه سنن ونوافل، إلا أنها ليست بواجبة اتفاقا. العلماء كلهم يقولون إنها ليست بواجبة، ولكن هنالك سنن ونوافل، إلا أن بعض أهل العلم يقول إنها واجبة، كالوتر. صلاة الوتر هذه واجبة على قول بعض أهل العلم، وهذا يدلنا على منزلتها. ركعتا الفجر، هنالك بعض الفقهاء يقولون إنها واجبة أيضا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها في حضر ولا سفر، بل كان يصليها في السفر، وهنالك أدلة أخرى. فهذه التي اختلف في وجوبها من عدمه، لا شك بأن منزلتها أعظم من تلك التي لم يختلف في عدم وجوبها. صلاة العيد مثلا أيضا، هنالك جمع كبير من الفقهاء قالوا إنها واجبة، وليس ذلك ببعيد أن يقال بوجوب صلاة العيد. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن شرعت في السنة الهجرية الثانية ما تركها وهو في المدينة، في كل عام يصليها، إن كان في المدينة المنورة صباح العيد فإنه لا يترك صلاة العيد. وما جاءنا دليل آخر يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتركها، أو أنه قد نقل هذا الحكم عن الوجوب. وهذا دليل قد قال به جمع من الفقهاء، بل عليه بعض فقهائنا، وإن كان الأكثرون على أنها ليست بواجبة وإنما هي سنة. إلا أن هذا الخلاف وهذه المحافظة من النبي صلى الله عليه وسلم تفيدنا أن لها منزلة عظيمة ليست لباقي الصلوات. سنة المغرب وسنة الظهر القبلية والبعدية، هذه كلها تركها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، لم يصليها في السفر، قد ثبت عنه الخبر بذلك. هذا يدلنا على أن لها فضلا، إلا أن فضلها هذا ليس بذلك الفضل الذي ثبت للسنن التي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم في السفر، كركعتي الفجر وكصلاة الوتر. لذلك لا بد من أن نفرق بهذا. قيل: فالوتر قيل واجب، وإنه إن فاتهم يوما فيبدلونه. صلاة الوتر أيضا مما يشرع أن يبدله الإنسان، فمن نام عن وتره فإنه يشرع له أن يصليه بعد ذلك. هذا هو الرأي الذي عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى. وذهب آخرون إلى أنه لا يشرع للإنسان أن يقضي صلاة الوتر، فمن نام عن صلاة الوتر وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس فإنه لا يشرع له أن يصلي الوتر، وإنما يصليه شفعا. بمعنى أنه إن كان يصلي الوتر ثلاث ركعات، إن كانت عادته أن يصلي الوتر ثلاث ركعات، فإنه يشرع له أن يصلي في اليوم الثاني أربع ركعات، يصليه شفعا لا يصليه وترا. الوتر هو الأعداد الفردية، والشفع والأعداد الزوجية. ومن كان يقوم الليل مثلا بإحدى عشرة ركعة على هذا الرأي فإنه يشرع له، إن نام عنه طلع الفجر فإنه يشرع له أن يصليه بعد ذلك إثني عشرة ركعة. هذا رأي قال به غير علمائنا، وقد استدلوا لهذا الرأي بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها حينما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم إن نام عن قيام الليل قضاه في اليوم الثاني إثنتي عشرة ركعة، قضاه في اليوم الثاني. فهو يصلي إحدى عشرة ركعة، ولكن إن كان في الليل عشر ركعات هي الشفع، وركعة واحدة هي الوتر.
إلا أنه إن فاته كان يقضيه في اليوم الثاني بزيادة ركعة حتى يكون المجموع شفعا. هذا الرأي الذي استدل به هؤلاء. إلا أن علماءنا قالوا إنه يشرع للإنسان أن يقضي صلاة الوتر، وهذا الرأي هو الأسعد بظاهر الأدلة لعدة أمور. أولها، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر. الحديث مختلف في تصحيحه، فجمع من أهل الحديث يقولون إنه غير ثابت هذا أمر، إلا أن من الأدلة التي تدل على أن الوتر يقضى أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وصلاة الوتر صلاة، كلمة صلاة، من نام عن صلاة، كلمة صلاة هنا مطلقة، هي غير مقيدة بالفريضة أو النفل، كما أنها غير مقيدة بكونها من الصلوات الخمس أو غير الصلوات الخمس. لذلك من نام عن صلاة، كلمة صلاة هنا تدخل فيها صلاة الوتر، فيشرع أن تقضى بهذا الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ثم إن هنالك دليلا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس، صلوا الظهر معه وجاءوه بعد الصلاة، وما كان يصلي سنة الظهر صلى الله عليه وسلم إلا في بيته، وهؤلاء بقوا معه ولم يكن له وقت يصلي فيه سنة الظهر، ففاتته سنة الظهر إلى أن صلى العصر. وبعد صلاة العصر تقول أم سلمة رضي الله عنها: قام صلى الله عليه وسلم وقضى ركعتي الظهر. قضاهما متى؟ قضاهما بعد صلاة العصر. فهذا كله يدلنا على أن السنن قد تقضى، ولذلك الوتر لا يختلف عن بقية الصلوات. وأما فعله صلى الله عليه وسلم من أنه كان يقضيه في اليوم الثاني، يشفعه في اليوم الثاني، فهذا كما ترون حديث فعلي قد يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم منه أن تكون الأمة كحكمه. والدليل أن الأدلة الأخرى تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقضي السنن، كما أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ومن نام عن صلاة الوتر فليصليها إذا ذكرها أو إذا استيقظ كما جاء في الحديث. لكنهم اختلفوا متى من نام عن الوتر وطلع الفجر. نحن نعلم أن آخر وقت صلاة الوتر إنما هو طلوع الفجر، فمن طلع عليه الفجر وهو لم يصلي هذه الصلاة فماذا يفعل؟ يشرع له أن يصليها مباشرة. فإن كان هنالك وقت متسع لسنة الفجر ولصلاة الفجر ولصلاة الوتر، فإنه يبدأ أولا بعد أذان الفجر، إن استيقظ في ذلك الوقت يبدأ أولا بصلاة الوتر، ثم بعد ذلك يصلي السنة، ثم بعد ذلك يصلي فريضة الفجر. وإن كان الوقت لا يتسع إلا لسنة الفجر وصلاة الفجر، كأن يكون الإنسان استيقظ قبل الصلاة مثلا بعشر دقائق، أمضى خمسا منها في الوضوء والتهيؤ للصلاة، وما بقيت إلا خمس دقائق، وهذه الخمس لا تتسع إلا للسنة، ثم بعد ذلك سيصلي الفريضة مع جماعة الناس، هذا الإنسان يشرع له أن يصلي السنة، ولا يصح له أن يبدأ بصلاة الوتر. لماذا؟ لأن سنة الفجر، لأن ذلك الوقت وقت سنة الفجر، فلذلك يشرع له أن يصلي هذه السنة. أما صلاة الوتر فقد فات وقتها، لذلك لا يضرها أن يفوتها وقت الصلاة الثانية. إن أخر سنة الفجر يكون قد أخر صلاتين، فالوتر قد أخرها والسنة قد أخرها إلى ما بعد الفريضة، ولا يكون بذلك حائزا فضلا. لذا يشرع لمثل هذا أن يصلي السنة ثم الفريضة ثم يقضي صلاة الوتر بعد صلاة الفريضة، والله أعلم. وإن كان المجال لا يتسع إلا للفريضة، كأن يكون هذا الإنسان استيقظ وما بقي على صلاة الفريضة إلا خمس دقائق، تهيأ فيها ثم ذهب إلى المسجد ليصلي مع الناس، هنا يبدأ بالفريضة الحاضرة،
وبعدها يشرع له أن يقضي صلاة الوتر أولا، ثم بعد ذلك يقضي سنة الفجر. لماذا؟ لأن الصلاتين معا، فريضة وهي صلاة الوتر وسنة الفجر، لأن الصلاتين معا قد خرج وقتهما، لذلك حينما يقضيهما فإنما يقضيهما مرتبتين، فيصلي سنة فيصلي فريضة الفجر فيصلي صلاة الوتر لأنها قد فاتت أولا، ثم بعد ذلك يصلي سنة الفجر، والله تعالى أعلم. إذن هذا هو الحال إذا ما فات الوتر عن الإنسان، والله أعلم.